اول يوم، تعالى مش اشرح لك واقول لك. اول يوم اول يوم وهو جاي، طبعا النظره الاولى بتدوم، عشان كده لازم تبقي بسمت معين وشكل حلو ونظيفه وشكلك حلو وهكذا. بتبقي لابسه طرحتك حجاب، في بعض الدول ما بتبقاش كده، خلينا في الامر يعني الايه المتعارف عليه عرف في معظم الدول الاسلاميه. بتقول المتعاد عليه، بتخشي بتقدمي المشروبات وبتقعدي مكانك. بلاش اللبس في اليوم ده اللي بيبرق قوي، اللي تخلي كل النظر عليك، وبعدين شفتها ما شفتش العروسه، والله شفت الترتر اللي كانت لابسه العروسه. بلاش تبقي قاعده وبس على الشراب، لا ليكي حق النظر. بص انت قاعده بقى ومكسوفه وبس على شراب العريس، يعني بعدين فاكره ايه كلام الشراب كحلي؟ طب ها شفتيه يا بنت تقولي طب استخرت حبيبه قلبي، استخرت ولا عملت ايه؟ خلاص كده طبعا مش صح، ليكي النظره وبصي وكذا. افتحي معاه مواضيع ونقول دلوقتي الاسئله وايه الحاجات اللي ممكن تتفتح في الجلسات، جلسات التعارف. بتستني الاهل بيتكلموا الرجاله بتاع بيسالك بتجاوب عليه. عاده اللي بيتقدم حتى في اليوم ده بيبقى مثلا حاجات اللي هي السواسرول، الحاجات اللي هي الجاتو السوار الصغير، المشروبات. في ناس طبعا بتقدم التمر واللبن والقهوه طبعا ان شاء الله المحوجه بتاعت اليمن الجميله دي، يعني شوفوا انتوا ايه المتعارف عليه. لكن مفيش حاجه داعي ان هي تبقى ايه، مش المره دي هقول لكم ليه، ان هي تبقى الحاجات اللي بتتاخد مثلا بمعلقه فتسقط منها حاجه او كده، لا الحاجات النواشف. طيب ايه الاسئله؟ ايه الاسئله؟ اولا يا بنت الحلال يعني انك تبقي على طبيعتك، ده افضل حاجه. مش انا بقى قاعده لك ومحضره لك الاسئله اهو، انا شايفه الاسئله، انا محضره لك الاسئله وهقعد بقى اقول كذا وكذا وكذا وكذا، مش صح. مش صح، خليك على طبيعتك. بي بي بيسال جاوبي، هو طبيعي في يعني الشباب بنبقى قايلين لهم انت صاحب الحوار وصاحب زمام الامور، من فضلك انت افتتح الكلام. ويسالك وانت تجاوب، ويسالك وانت تجاوب، دراستك عملت ايه، بحافظه قد ايه، السؤال المتعارف عليه. رؤيتك شايف الزواج ازاي؟ عايز بيتك يبقى ازاي؟ كنت تتمنى تختار زوجه على بانهي مواصفات؟ ايه افضل حاجه؟ عايز الاولاد يبقوا ازاي؟ عايز الدنيا او الاولاد، ده بيبقى سؤال مؤجل شويه. لو بتشتغلي هنطرح، طب لو في بيت عيله، طب الوضع هيبقى ازاي؟ طب لو خروج، كل الكلام ده والمخاوف بتقوليها بطبيعتك، بس ممكن تتقسم على المره الاولى والمره الثانيه. لكن هي افضل حاجه اسمعي شوفي زي ما انا شرحت لك في اول المحاضره. شايف الجواز ازاي؟ والله شايف واحده واستقر واجي من بره الاقي لقمتي والاقيها مش عارفه عامله ايه والكلام ده. عيد يعني انت شايفها بس عشان اللقمه والبتاع، مش شايف اي حاجه تاني؟ يعني لو اللقمه والحاجه، ما كتير بيعملوا لقم. كتير يعني. لا إيه، لا والله عشان ارتاح وكذا، لا والله محتاج انيس للروح، الله ده يتاخد ما تسابش ده. محتاج حد يعيني على طاعة ربنا سوا ونبقى مع بعض في الدنيا وان شاء الله معا الى الجنة. يعني كلامه هو ذات نفسه عن منظومة الزواج هو اللي هيخليكي تعرفي تاخدي صورة. طبعا كل الكلام ده برضو ايه، يعني احنا ما زلنا بنقول بالمصري كده بطيخة مقفولة يعني. فيبقى الامر الاخير على الاستخارة. انا بستشير وبشوف الناس وبشوفه في مكان عمله وبشوفه في مكان كذا، وبعدين اروح جري جري نسأل، وبعدين نستخير ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ان كان هذا خير فقدره لي، ياسين كان غير ذلك فاصرف عني واصرفني عنه.